It is my pleasure to work. من دواعي سروري الآن أن أدعو صاحب السعادة ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة. تفضل سيدي. عندما تفضلت صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية أنها قالت أن الأمم عندما تضافر الجهود دائما يكون هناك هامش للأمل، وأعتقد أننا وجدنا أرضية للأمل في غلاسكو بفرصة أخرى لأن نقلل من الاحترار العالمي إلى حدود 1.5 درجة مئوية، وقد عقدنا على أنفسنا عهودا من أجل الإبقاء على هذا الهدف في المنال. والسؤال الآن هو هل يمكننا أن نبين عن ما يكفي من الإرادة من أجل تحقيق والوفاء بهذه الوعود؟ عندما بدأنا رئاستنا لمؤتمر الأطراف كان ثلث من الاقتصاد العالمي قد التحق بركب المبادرة الصفرية، الآن وصلنا إلى حوالي 90%، وبطبيعة الحال المملكة المتحدة التي كانت الدولة الأولى التي وضعت أطرا تشريعية لهذا الغرض فإنها تلتزم بخفض الانبعاثات ب 68% في أفق 2030، ولأنه من الضروري أن نحمي ونحافظ على الطبيعة فإنه في غلاسكو أزيد من 140 دولة تحمل 90% من الغابات في هذا الكوكب قد وعدت بأن تعود على تقهقر الأراضي والغابات بمتم هذه العشرية. وعشية اليوم لقد ترأست الشراكة الرؤساء والزعماء من أجل بلوغ هذه الأهداف. كذلك علينا أن نفي بتعهداتنا فيما يهم تمويل المناخ. أعلم أن الأمور صعبة والجائحة قد أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي، والأسبوع الماضي لقد أمضيت وقتي أعمل على بناء الثقة والاستقرار الاقتصادي في بلادي، ولكن يمكنني أن أقول لكم اليوم أن المملكة المتحدة إنها تعمل على الإنجاز والوفاء بالتعهدات بقوام 11.6 مليار جنيه استرليني، وسوف نزيد بثلاث أضعاف إلى أزيد من 5 مليار جنيه في أفق 2025. ولماذا سنقوم بهذا؟ لأننا نعتبر أن ذلك هو الأمر السديد. بالنسبة لرئيسة بربيدوس عندما تحدثت لنا عن التبعات الخطيرة لتغير المناخ، وبالنظر إلى الفيضانات التي ألمت بباكستان حيث أن المساحة التي غطتها المياه تماثل مساحة المملكة المتحدة، وعندما نرى أن 33 مليونا من النازحين بسبب الأمراض المنتشرة بسبب المياه الملوثة، نعلم أنه أخلاقيا ينبغي أن نفي بوعودنا. ولكن كذلك المسألة سديدة من الناحية الاقتصادية، فإن الأمن المناخي هو مترابط مع الأمن الطاقي. إن حرب بوتين في أوكرانيا بما أدى إلى زيادة أسعار الطاقة في العالم لا يمكن أن يدعونا إلى تقليل الجهود فيما يهم التغير المناخي، بل ينبغي أن يدعونا إلى العمل بشكل أسرع، لأن الاستثمار في الطاقات المتجددة هي الطريقة المثلى لكي نحمي ونتحوط من الارتهان هذه الطاقات، وإن هذا القطاع الجديد كذلك يؤدي إلى التنمية وتوليد الوظائف. في غلاسكو بدأنا نحرك ملايير من الجنيهات من التمويل الأخضر حول بنيات التحتية المناخية. نحن نعلم أن عدد من الدول لديها مديونية غير عادلة، ويتوقع منها أن تذهب نفس مذهبنا. نحن واعون بذلك نساعد هذه البلدان بأن تصل إلى النماء الأخضر، وإن لدينا التزامات مستجدة لدعم ذلك من خلال استثمار 65 مليار جنيه في العديد من المشاريع الخضراء في كينيا وفي مصر. أود أن أعبر عن تقديري للرئيس السيسي على قيادته وإحضارنا هنا جميعا، وأشكر رئيس مؤتمر الأطراف 26 سيد شارما على أعماله الملهمة من أجل إنجاز مخرجات اتفاقية باريس واتفاقية
غلاسكو من خلال الوفاء بتعهداتنا في غلاسكو، من خلال تحريك التمويلات الحكومية وفي القطاع الخاص من أجل النهوض بكوكبنا، يمكن أن نحول جهادنا من أجل درء التغير المناخي. سنولد الفرص الاقتصادية الخضراء وتوليد الوظائف الخضراء، وأن نترك تركة طيبة للأجيال الصاعدة لأبنائنا. هذه هي التركة التي ستجعلنا نكون فخورين. إذن إذ نلائم الجهود مرة أخرى حول قضية إنسانية مشتركة، هناك هامش حقيقي لأن يحذونا الأمل، فيدا في يد يمكن أن نبلغ هذا المنال. شكرا. Excellency. شكرا سيد رئيس الوزراء.